السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. ندخل في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. طبعا احنا عاوزين نطور في القنوات بتاعتنا ونعمل لها تطوير. فانا النهارده، لا الاسبوع اللي من اسبوعين، جبت كيسة ديل، كيسة كمبيوتر ديل بروفيشنال ستاندر بالاحدث حاجة، اي كور 7 8 جيجا رام، يعني احدث حاجة مجاية من ديل. والنهارده جبنا مايك اهوت بويا. تمام، البويا ده ناس كتير عارفاه. انا طبعا مش بشرح بالظبط كده، بس طبعا انا احب افرحكم ان احنا بنعمل تطوير في القناه، وطبعا الصوت من اهم الحاجات في القناه، يعني الصوت اهم من الصوره نفسها. تمام، الوقت احنا جبنا دوت ده جايبينه من كريم ستور اهوت يا جماعه، عشان برضو نشوف هيطلع كويس ولا هيطلع وحش. والله ما فتحتوش لسه، هو جاي في الشحن كده زي ما انتم شايفين. الجهاز ده اسمه بويا بي واي شرطه كده بي ام 700، وده طبعا بيركب يو اس بي، يعني بيركب في الكمبيوتر يو اس بي على طول. هنفتح عشان ما نضيعش الوقت، ان انا اعتقد ان احنا ضيعنا وقت كتير. هنقطع اهوت المقص كده، بسم الله. هم طبعا مدبسين وعاملينه اهوت، بسم الله. اهو نفتح بسم الله، نسمي الله كده بقى، اللهم بارك لنا يا رب، ربنا يبارك لنا في الحاجات الجميله دي. هو طبعا هنا جايب الفاتوره اهي معاه، الفاتوره اهيت اهو 1650 جنيه و150 جنيه شحن. اهو الفاتوره اهي من كريم اسطور يا جماعه، كريم اسطور اهوت. انا سبت لكم برضه التليفونات بتاعتهم عشان لو حب حد يشتري حاجه او كده، لهم كم فرع ونزل ناس كويسين، يعني عندهم المرتجع كويس جدا والكلام ده كله. هنفتح بسم الله. الله البتاع اللي بيلعب، بحب انا العب بالحاجات دي اهو كويس. ده طبعا بيحافظ على في الشحن وكده، في العربيه كبيره مليانه حاجات. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف شكله ايه يا جماعه، شكله تحفه. بصوا كده، انا حبيته اهو اهوت، شوفوا كده. تمام، انا طبعا بقالي يومين بذاكر فيه، يعني الحقيقه قبل ما يجي، ولسه واصل دلوقتي حالا، واتوصل طبعا من هنا باليو اس بي، بيدخل على الكمبيوتر، يعني هو لتسجيل الكمبيوتر بس. بس انا في ناس قالوا لي على اليوتيوب، قالوا ان انت ممكن تسجل برضه من على التليفون او من على الكاميرا. هنشوف، انا معاه الحاجه طالما جت معاك انت هتقعد تذاكر فيها وهتعرف ايه كل حاجه هتوصل لفين. خليكم معانا زي ما انتوا شايفينه كده اهوت، لسه بفرقه على الكرتونه، هي دي الكرتونه من بره لسه ما فتحناهاش. تمام، دي الوجه الثاني للكرتونه. ما شاء الله شكله تحفه. استنى اهو، كاتبين هنا اهوت بويا بي ام 700 والكلام ده، مش يا ريت يبقى واضح ان شاء الله لكم. طبعا اي حاجه جديده الواحد بيشتريها بيبقى فرحان بيها، هو بيفتح الكرتونه كده وكرتونه جديده بيبقى سعيد ومبسوط. ربنا شكله فخم. قبل ما افتح الكرتونه كده، والناس اللي شفتهم على اليوتيوب، بصراحه اليوتيوب حاجه مفيده جدا، يعني اللي ما انتش عارفه تدخل تكتبه على اليوتيوب بتلاقي المعلومه صح. اهم حاجه ان انت توصل المعلومه صح، يعني انا في ناس فتحته من غير ما ابص على الكرتونه، يعني ازاي انت فتحته ليه من غير ما تبص على الكرتونه؟ امال انا عايز اشوف قبل ما اشتريه. دلوقتي كده بقى يا جماعه بسم الله، بقى نسمي الله عشان ربنا يبارك لنا اهوت. طبعا الحمد لله انا موصي الراجل، قلت له شوف محدش يفتح الكرتونه قبلي، انا بتشائم. بسم الله، اللهم صل على شوف الله. لا محدش، الكرتونه دي جايه من المصنع عليا على طول. اهو شوفوا الجمال، حاجات بسيطه كده بس انا احبها كده، واحب اشم ريحه الحاجه كده وريحه الخواجه فيها. بسم الله اهو، دي الله، دي حاميه برضو، ليه جامد. انا شفته اهو، شوف كده اهو، دي اول واحده نحطها على جنب بقى كده، ونبدا نشوفه من جوه شكله ايه. اهو زي ما انت شايفه كده، بسم الله، هنسمي الله بقى كده ونطلع كده اهو. بسم الله،
شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 تحفة، شكله تحفة 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 أهو ما شاء الله أهو. طبعا أنا بقى مش يعني هو العبرة بقى بإيه؟ بالصوت. هنشوف الصوت اللي بتفتح كده وبتفتح كده، ترفع دي بقى كده هتظبطها على إمكانياتك أنت وشغلك، وتقفل كده تاني أهو أهوت. تقيل جدا، تقيل على فكرة، يعني معنى كده في واحد استرالي اللي شفته اغلى من ده ب 4000 جنيه ما عجبنيش. انا بقول لكم اسمه في، مش فاكر اسمه دلوقتي، مش حاضر معايا، ما عجبنيش ده عجبني. شوفوا المتانه، شوفوا المتانه عامله ازاي. الناس الصينيين دول ناس شاطرين وبيعرفوا ينتجوا ويبيعوا لنا، واحنا مستهلكين بس. اه شوفوا بقى الجمال. طيب نشوف بقيه الحاجه اللي معاه اهوت. طبعا هنا ده كابل بينه طويل اهو. كابل ده ايه؟ بسم الله. ده كابل زي بتاع التليفون ما شاء الله. لا 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 ده يشتغل على التليفون، معقوله؟ طب هي المخرج منين؟ هو ده؟ لا ده مفاجاه. الكابل ده تقريبا اعتقد انه هيشتغل على التليفون، هيتحط السوكت ده في التليفون لانه هو سوكت التليفون اهوت، ويتوصل ويشتغل على التليفون، يسجل من التليفون يعني، او 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 فتحه كاميرا، في فتحات كاميرا بتبقى زي دي وفتحات كاميرا بتبقى مدوره. طيب ما علينا، احنا انا هجرب وهعمل لكم طبعا عليه برضو ايه. وده الكابل التاني اللي هو الاساسي بتاعه بقى، بتاع اليو اس بي اللي هو اساسه اصلا اهو. دي بتركب في في المايك اهو، في البويه، وديت بتركب في الكمبيوتر اليو اس بي العاديه خالص اللي انتم عارفينها. وده هو السلك ده تقريبا 6 بت. فين هنا بتركب؟ اهو تركب هنا، اهو لسه اهو تركب هنا. بسم الله اهو يا جماعه. نفتح صحيح من فين بتركب الحاجه؟ بتعدل عليا في الشغل، انا بحب تعديلاتها. العسل دي اهي، مصايله دي عسل. شوف يا جماعه اهو، شوف كده. بسم الله اللهم صل على النبي، الله ربنا يبارك. وطبعا بتركب بقى الجهه الثانيه دي كده اهوت، مصايله. بتركب الجهه الثانيه دي كده اللي هو ده على الايه في الجهه الثانيه. وطبعا ده بيبقى واقف كده، ولسه بقى انا هستخدمه وهشوف الحاجات وهشوف الدنيا فيها ايه. بس انا متباشر بيه خير. في حاجه تانية هنا، كتالوج باين، في كتالوج لازم الكتالوج نقراه يا جماعه. انا يعني ما اجيبش الحاجه واركن الكتالوج. لو في عربي هشوف، في صيني كله اهو. ده لا اله الا الله، ده ما فيهوش عربي. ازاي ما فيهوش عربي؟ ده موجه لمين؟ انت جايب لي صيني كله؟ ده كله مش حتى مش انجليزي. المهم اليوتيوب عليه كل حاجه، والانترنت عليه كل حاجه، وان ايه وان نعمل له ان شاء الله ريفيوز كويس. وانا ارجو ان انتوا تستفادوا، يعني ممكن اي واحد منكم يعمل قناه ويبقى عاوز، بيتلخبط جدا هو بيشتري الحاجات دي، بيقعد يحتار جدا ويسمع 100 معلومه من حد. وانا اشوفكم بخير ان شاء الله. هحاول انا دلوقتي هنمشي هنفترق مع بعض، وانا هحاول باذن الله ان انا اعمل لكم بقى صوت من اللي انا هسجله واحطه في اخر الفيديو ده انتوا تسمعوه، اذا قدرت اعمله. ما قدرتش اعمله هطلع لكم الفيديو خلاص، سامحوني هبقى اعمل لكم فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.